طلب الإحاطة اللي اتقدمت بيه النهاردة هو علشان اللي حصل امبارح اللي حصل عليها وتم اعتداء. فطبعا كان للأسف يعني كان حادثة مروعة جدا، وشفنا دخلة مع أستاذ عمرو أديب امبارح في البرنامج. طبعا دي حادثتين في أقل من شهرين، فدي حاجة في حاجة مش صح. يعني شركات لازم يبقى فيها تحريات أكتر على الطاقين، ولازم يكون في يعني اختبارات. يعني رئيس مجلس الوزراء لما أصدر اللائحة التنفيذية للقانون اللي احنا أصدرناه 2019 كان من ضمنها أن الشركة تلتزم بحسن اختيار السائقين خلقيا ومهنيا، وأعتقد بقى في خلل في ده، وأن الشركة لازم تفحص صفقاتها، يبقى تاخد عينات عشوائية من السواقين علشان تتأكد ان هم بيتعاطوا حاجة او لا. ده كان يعني اعتقد ده برضو ما بيحصلش، وكمان في رخصة لوزارة النقل ان هي تتراقب على ده، لان يعني ممكن تاخد برضو عينة عشوائية وتختبر الناس. فاعتقد ان في حاجة مش مظبوطة حصلت، وفي خلل ما موجود دلوقتي. وطبعا يعني ده سلوك في يعني بعض الاشخاص في المجتمع، لازم يكون ليه رقابه من الشركات اللي بتأدي الخدمه دي. يعني اذا سياده النائب شايف ان يعني الوقائع اللي بتتكرر بهذا الشكل هي نتيجه غياب الرقابه او الاجراءات الصارمه والمشدده من قبل شركات النقل الذكي؟ مظبوط يا فندم، وفي انا حاسس في غياب رقابه، وعشان كده تقدمت بطلب الاحاطه ده، ان احنا نشوف بقى ايه الموضوع، وفين الرقابه، فين العينات العشوائيه اللي بتاخدوها، فين الناس اللي بتتأكدوا ان الناس دولت مؤهلين ان نأمنهم على اولادنا واطفالنا واسرنا كلها. طبعا ده لازم نشوفه في ان شاء الله يوم الاثنين القادم في لجنة الاتصالات بمجلس النواب. هيكون موجود المدير التنفيذي لشركة اوبر موجود عند معانا في اللجنة، وهيكون في ممثلين من وزارة الاتصالات، وهنبدأ ده في اللجنه ان شاء الله، وطلب الاحاطه ده في الاسبوع القادم باذن الله. يعني هيكون في جلسه بيتم الاستدعاء فيها لمختلف الاطراف ومنهم شركه اوبر نفسها. يا فندم ان شاء الله في الاسبوع القادم في لجنه الاتصالات باذن الله. طيب برأي حضرتك برضو، هل يعني محتاجين تشريعات او قوانين خاصه بهذا النوع من وسائل النقل علشان نقنن الموضوع اكتر، او يكون في جريمه وعقوبه صارمه لكل من يخالف القانون يعني كعضو في مجلس النواب؟ هل محتاجين تشريعات وقوانين؟ والله يا فندم، هو يعني القانون اللي احنا اصدرناه 2018 ده موجود ومغطي كل حاجه، يعني حتى العقوبات اللي بيتم ده في قوانين تانية بتنظمها، قانون عقوبات بينظم ده. ولكن انا شايف ان سلوكنا احنا لازم يتغير، ولازم يكون في وعي كمان اكتر للمواطنين اذا ده حصل المفروض يتصرفوا ازاي. ولازم احنا كمان يعني خلي الشركات اللي هي بتأدي الخدمة دي تعمل حاجة تكون أكثر أمانا. يعني مثلا تسجيل الرحلة ده لازم يكون موجود، إذا حصل شات بين السائق والكاستمر يعني لازم يكون في مراقبة على الشات دوت، ويشوف بيقول له إيه، ويبقى فيه متابعة ويبقى في تدخل سريع من الشركات. فأنا شايف إن في حاجات كتير مش بس تشريعات وقوانين تدخل، ولكن احنا طبعا على استعداد لو محتاجين تشريعات وقوانين اكيد هنعملها بدون تردد.